ضل ورا القصة لحتى أعرف وين كانت عايشة وكيف ماتت ووين مدفونة، وما رح صدق غير لشوف بعيني، لأنه بجوز يكون عم يكذب علي مثل أي كذبة كذبها علي بحياته. تعرف؟ ما عاد صدقت إنه ماما ما عاد بدها يعني. قصة علاقتها مع أبوك حاستها كلها كذب بكذب، ماني مصدقتها، شو رأيك؟ إيه ده، هو ممكن نطلع أنا وأنت إخوات وعشان كده ممكن مش عايز يجوزنا لبعض؟ هاني عن جد أنت مو معقول، يعني أنا عم حاكيك عن جد وأنت نازل عم تمزح؟ حبيبتي والله ما قصدي، خلاص اهدي بقى. خلاص. بس عايزك تفكي شوية. فاكرة الظابط اللي أنا كلمتك عليه؟ أيوه. هخليه يدور زي ما هو، وأخلي الشباب كمان يدوروا، يمكن نوصل لحاجة جديدة. ولو لا قدر الله يعني طلع موضوع أبوكي ده صح، يبقى نروح المقابر مع بعض. حبيبتي يا قلبي أنا معاكي طول الوقت، حياة ربنا عمري ما هسيبك، خلاص بقى. طيب قصة ماما، أوكي حكينا فيها. بابا شو بدنا نساوي فيه؟ نضيعه. عن جد رايق. قولي طيب.